وطالع البيت على كيف كيفهم. العزا وخلاص 3 أيام وخلصناها، ما لا داعي كل شوي مدرعمين علي هني بالبيت. المفروض أهم يحسون على عمرهم ويفهمون. زين حسيتي؟ ليش جيت فشني الضيفة عندي؟ ترى مال هذا تسمع كلامك البايخ. لا والله، تعالي ربيني من أول جديد، ربيني علميني العيب. كيفي بيتي أنا أدخل اللي أبيه. يبا درينا بيتي وبيتي وبيتي، قاعدين بالغرفة وكافين شرنا عنك، كفي شرك عنه. يه زين كفي شرك عنه. إيش عليك منها؟ خليها قاعدة ما أعرف جتها بالغرفة، على الأقل لا هي عنك وما تشوفينها. لا حبيبتي مو بكيفهم، خلي يعرفون هالبيت هذا بيتي، مو أول ذبحوني بكلمتهم بيت أبونا وبيت أبونا. لا الحين خلي يعرفون هذا البيت بيتي وهم ضيوف عندي. بل عليك كليتينا، درينا أن البيت بيتك، خلاص كيفك. أنا اللي تأخرت ومعالجته، أنا أهملته، كانت تتعذب قدامي. شلون ما حسيت فيها؟ شلون ما حسيت بعذابها؟ بنتي أول مرة أقولها وقلبي يعورني. أول مرة أقولها قلبي يعورني.